أبو يوسف، شو بستفيد كممرض لو رحت اشتغلت في بريطانيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، وبنتكلم عن السفر إلى دول الخليج والهجرة إلى بريطانيا وأمريكا وغيرها. فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر، وأوعى تنسى زي دايما لا تنسى الهاند واشينج، البس الجلوفز وهات الماسك وتفضل معي. لو أنت مفكر أنه بريطانيا ما فيها شغل للممرضين بالذات، فأحب أعرفك أنه بريطانيا حالياً وأنا بتكلم معك محتاجة أكثر من 37 ألف ممرض وممرضة حالياً، وهذا الرقم بزيد 3 أو 4 ألاف كل سنة. فأنت لك فرصة كبيرة وفرصة شبه مؤكدة أنك تلاقي شغل في بريطانيا. الراتب في بريطانيا بيعتمد على المقابلة نفسها، عجبتهم بالمقابلة ولا لا، خبرتك، كفاءتك، شهاداتك، أشياء كثير، خصوصا إذا كان التعيين في مستشفى خاص. لكن لو كان في مستشفى حكومي ففي عندهم سلم رواتب معين اسمه Agenda for Change، تكلمت عنه في فيديو سابق اسمه كم يبلغ راتب الممرض في بريطانيا أو إشي زي هيك، روح شوفه. من الفوائد أنك لما تشتغل في بريطانيا فيش إشي اسمه بسلمك 40 مريض ودبر حالك، فهم هناك ملتزمين بالريشيو زي كل الدول المتقدمة. البيشنت تو نيرس ريشيو، انه كل ممرض او كل قسم في رقم معين ما بصير تتجاوزه. انت كممرض بالفلور او ميديكال سيرجيكال ممنوع تستلم اكثر من 5 مرضى، بالطوارئ ممنوع اكثر من 2، بالاي سي يو ممنوع اكثر من 1، وهكذا. فهم ملتزمين بالشغلة هاي، وهي راح تريحك كثير. رقم 2، ما في تمييز، ما في انه والله رئيس القسم بحب فلان لانه بنقل له حكي، ما في انه بدك المعلمة ترضى عليك ظلك هزلها ذنب وظلك اغسل لها السيارة واشتري لها قهوة حسابك، القصص هاي مش موجودة هناك. بدك تتميز وبدك تتطور وينزاد راتبك وتظلك معهم على طول، بكل بساطة اشتغل بضمير. النقطة اللي بعديها فيها احترام للمهنة أكثر من بلدك. في بلدنا معروف إنه التمريض من الفئات المهمشة ومن المهن اللي ما حدا بيحترمها، لكن في بريطانيا احترام التمريض إشي واضح جدا. تذكر قبل 2 أو 3 كانوا الشعب البريطاني متفقين انه كل يوم الساعة 8 المساء كل الشعب لازم يوقف على الشبابيك ويصفقوا لمدة 5 دقائق احتراما للممرضين والاطباء اللي تاركين بيوتهم واولادهم وقاعدين بحاربوا المرض وبحاربوا الوباء وبعالجوا مرضى الكورونا. وحتى في ناس وصلتهم رسائل من المستشفى لباب بيتهم إذا أبوه طبيب أو ممرض، كاتبين فيها أنه إحنا بنقدر تعب البابا وسهروا معنا والجهد اللي بيبذله، ولازم تعرفوا أنه أبوكو إنسان ممتاز وإنسان عظيم جدا، ولازم تفتخروا أنه هذا الرجل بكون أبوكو. النقطة اللي بعديها، تقدر تشتري بيت لأنه راتبك كويس وفي تسهيلات وفي أقساط وفي كثير شغلات بتنفعك. النقطة اللي بعديها، في عندهم مرونة بالتعامل، يعني تقدر تشتغل فول تايم، تقدر تشتغل بار تايم، تقدر تشتغل اوفر تايم، تقدر تشتغل على كثير من انواع العقود. عندهم كثير من انواع العقود، بعضها الدائم وبعضها المؤقت وبعضها لمدة شهر وبعضها لمدة 2 سنين وبعضها طول العمر، فانت بتختار الاشي اللي بناسبك. برضو الماجستير عندهم، لو حبيت تكمل ماجستير أو دكتوراه في تخصصات أكثر بكثير من الموجودة في بلدك، وفي أنواع كثير للماجستير، منها العادي ومنها المفصل اللي بتاخده على 3 سنين، منها المختصر أو المكثف تاخده على 1 أو 1.5 سنة، منها الأونلاين، وبتقدر حتى وانت في بلدك تاخد ماجستير في التمريض من أي جامعة بريطانية أونلاين. بتقدر تدخل في برنامج اللي هو الماجستير والدكتوراه بتاخدهم مع بعض 4 سنين، تاخذ دكتوراه على طول. من الفوائد للماجستير بالذات في التمريض، في شيء اسمه النيرسينج براكتيشنير. انت كممرض لما تخلص ماجستير مثلا تمريض اطفال، ممكن تصير كانك اخصائي طب اسره او كانك طبيب عام. تقدر تفتح عياده، تقدر تفحص المرضى، تقدر تكتب وصفات، تقدر تعمل كل شيء بيعمله الطبيب ما عدا انك توصف الناركوتكس او المخدرات، لانه عدد الاطباء عندهم قليل جدا، فصاروا احيانا بدل الطبيب العام او طبيب الاسره يحطوا ممرض مع دكتوراه او ماجستير. فانت ممكن تكون نيرسينج براكتيشنير اطفال، نيرسينج براكتيشنير امراض نفسيه، نيرسينج براكتيشنير توليد مثلا، نيرسينج براكتيشنير جيرياتريك تشتغل في المسنين وهكذا. النقطه اللي بعديها، انه الممرض والممرضه العربيين محبوبين جدا
معروف عنهم انهم بتعلموا بسرعة، معروف عنهم انه عندهم ذمة وضمير، وبرضه لو انت بنت محجبة ما حدا رح يضايقك لانه القانون يكفل التساوي ويكفل عدم العنصرية ضد كل الناس. فما في اشي اسمه انا محجبة رح يقبلوا فيه ولا لا، ما لهم مش دخل في دينك. حتى في كل بلاد متقدمة مش بس في بريطانيا، انت لو ماشي في كندا مثلا راح تلاقيهم حاطين يافطة عليها دكتورة لابسة حجاب ومكتوب عليها ما بهمنا شو في فوق راسك، بهمنا اللي جوا راسك، يعني مدام عندك علم تعال اشتغلي، انت مسلمة انت ملحدة مش مشكلتنا. برضو تنساش انه الخبرة عندهم ممتازة ومعتمدة في كل الدنيا لانه هاي دولة عظمى والعلم فيها معتمد في اي مكان. في ناس كثير سألوني انا موجود او بشتغل في دول الخليج، تنصحني أروح على بريطانيا ولا لا؟ الرواتب في بريطانيا أعلى من الرواتب في معظم البلاد العربية. بالنسبة للخليج أول راتب راح تستلمه يمكن يكون نفس راتبك في الخليج، لكن فيما بعد في زيادات وزيادات كثير كويسة. أنت بالخليج ممكن تدخل على 8000 9000 10000 ريال سواء قطري أو سعودي، ما هم أصلا تقريبا نفس القيمة، ممكن تدخل على 8-9000 ريال، لكن ممكن كل 6 سنين مرة تلاقي زيادة، ومش هذيك الزيادة. ممكن لو صرت رئيس قسم أو صار معك ماستر يجيك 1000-2000 زيادة، لكن في بريطانيا أنت بتدخل على نفس الرقم كل سنة بيجيك من 600-700 جنيه استرليني زيادة، ولو أنت شاطر وتعلمت أخذت دورة 6 شهور أو سنة أو دبلوم عالي سنة ونص أو ماجستير سنتين ممكن تجيك زيادة كبيرة جداً، غير التغيير في البوزيشن طبعا، تكون ممرض وتصير رئيس قسم. في النهاية بالتوفيق للجميع، واللي عنده أي سؤال يكتبه تحت بالتعليقات إن شاء الله بجاوبكم عليه. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.